حنا كنشكو شحال من شكايه، كنشكو القيض، كنشكو للريس، كيجي يشطبوا هذا الشيء وكيرجع، كاين الناس كيخلوا البركاسات وكيخونا، كيقول لك خاصكم دينا البركاسات هنا في جنب الطريق، وكاين هنا 8 دواور، كدوار ما فيهش بركاسه، معتاد هاد النيه مضروره من الطرقان ومضروره من البركاسات، الناس كيجيبوا الجيفه يلوحين هنا عند وجهنا، وكيجيبوا المشاش راهم فين ميتين وهم على وجهنا، حنا المحلات دولنا سديناهم، ما تنينا كنبيعوا، ما تنينا كنشروا، كنطلبوا التعويض لهاد الناس باش يفكونا معنا المشاكل ولا يعوضوا لنا، هاد الناس ضرونا اكثر من القياس، نهار كيجوا الخدامه في الصباح كيشعلوا العافيه في 4 البركاسات هنا، ها الاخرين قدام النيه، ها الاخرين حدا السوق، ها الاخرين كيشعلوا العافيه بحال كاين الحرب. العافيه كتكون شاعله هما خصهم يشطبوا كيشعلوا العافيه والناس كيجوا وكيخو كتهضر مع شي واحد ديك النهار بغا يضرب من السيد البسطل هضرت معاه بغا يضرب من البسطل كنهضروا مع لسان كيبغي يضرب المره ديك النهار جابت حطت لها حدا المحل ديال السيد لا عاد محل حطت عاد النخله حطت الخناشي قالت لك انا مريضه ومش جابوه راه فين حطوه حطوه عاد الموتور راه حنا فين جرينا هاد الشيء ما تعرفنا هاد الناس كنديروا شكينا تاعينا لا اله الا الله محمد رسول الله هاد الشيء اللي كاين في هاد الخميس ما شناش كاع في العالم بيسير انا كنبيع جبيل كنتسارى في الدواور كنشوف الدواور كي دايرين كاين الدوار ها هو ديال الحويط نقيد كاين الدوار ديال هذا ديال حوايط نقي كاين غزاله ها هي نقيه تي عماره ها مرقوا روسهم كلشي الدواور نقيين وحنا كيجمعوا كيجمعوا لنا الزبل تاعنا ويحطوا لنا عند وجهنا لا اله الا الله محمد رسول الله واحد العام في رمضان الناس صايمه وانا نعس تحت ديك الشجره شعلت العافيه هنا فين ما تقدش تجلس تصور دولا كاينين عندي انا مشيت ديك الشجره فين نعس في هاك الشجره والبركاسات كيخلوهم الناس راهم فينا هما والناس كيخوه هنا فين بنا هادشي كثير حنا ما تلينا حرنا ولينا كنخافوا على روسنا ما تيش قدا كاع سكنوا هنا دابا عندنا هاد السكنه تحولت لسكنه اخرى راه فينا هي وحليت المحلات ديالو كنبيعوا نشري وحرموا علينا البيع والشراء ديالنا كنشكو على القيد القايد يقول لك سير عاد الرئيس كنشكو الرئيس يصطب صيفط الخدامه يشطبوا الخدامه يشطبوا ويرجعوا ثاني الناس كياخو هذا الشيء كنطلبوا واحد الحل يكون كل دوار يكون فيه البركاسات ديالو وتكون الدنيا منقيه لا اله الا الله محمد رسول الله من هذا الشيء كثير هذا الشيء كثير هذا الشيء كثير هذا الشيء كثير ماليش الحل لا من السلطه ولا من الناس ولا كل شيء لا اله الا الله محمد رسول الله الناس تسمروا والسلطه ما كتراقبش انا كنقول ابو شي احمر عندي 65 سنه ما حيرفت حتى واحد واللي قال شي حاجه يدير معايا جدي جواب وعطيه اخو كلامه خرجت انا برا داروا معنا اجتماع برا خسروا علينا 26 مليون اللي خسروا علينا الدول خسرت علينا السعوديه 26 مليون وجينا هنا للمغرب كيقتلوا فينا كتهضر مع لسان بغى يضربك بسطل كتهضر مع شي واحد كيبغي يضربك كي خوينا قدام ديورنا السلطه ما كتراقب شي ما عندنا السلطه وما عندناش المراقبه لا اله الا الله محمد السلام عليكم حنا سيدي راه مضرورين من جهه الاسبال الناس كيجيبوا الزبل هنايا حشاكم ما كيبغيو يخويو في الطرو ولكن موالين البهايم ما كيخليهمش فهمتي ما كيخليهمش يخويو كيقول لهم غير خويو هنايا وحنا راه مضرورين عندنا السلعه ديالنا كنجيبوا السلعه ومهم الدبان حشاكم وريحه الزبل حشاكم مهم راه مضرورين بزاف كنحشموا نجيبوا السلعه كنحشموا دابا نجبدوا السلعه كنحشموا نوريها لعباد الله حيت الدبان راه الا دخلتوا دابا المحل غتشوفوا كيفاش دايره القضيه وكاع الجيران راه كيتشكاو والسلام عليكم اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة